اللهم اهدنا فيمن هديت، وآفنا فيمن آفيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من آديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اكسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا آفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة، إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اكفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المستعين منا للمحسنين. اللهم إنك عفو تهم العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت رقابنا من النار، اللهم آت رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ما قسمت ليلة شريفة مباركة من خير وآفية وصحة وسلامة وسعة رزق، واجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، ووفقنا للتزود من الخيرات، ووفقنا للتزود من الخيرات والاستكثار، واجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك، واستعدت لما أمامه، واستعد لما أمامه، وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم
وأبصارهم وأزواجهم ما أبقيتهم وجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتممها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفن لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية بنبيك بالرسالة وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اكفن لهم وارحمهم وآفهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجود رضوانك واثقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتئ الدود إلى جنات الخلود في سدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أتغ رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وما قضيت من قضاء واجعل لنا عاقبة واجعل عاقبته لنا رشدا وما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا تقبل توباتنا ربنا تقبل توباتنا ومحِّ ذنوبنا وسيئاتنا وثبِّت حجتنا واهد قلوبنا وسدِّد ألسنتنا واسلُل سخائم صدورنا واهدنا لأحسن الأخلاق واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن السخط إلى الرضا ومن الفقر إلى الغنى ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الذل إلى العز ومن الإحانة إلى الكرامة ومن السنة ومن البدعة إلى السنة ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشر وأصنافه إلى أنواع الخير وأصنافه برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم قلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن السخط إلى الرضا ومن الفقر إلى الغنى ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشر وأصنافه إلى أنواع الخير وأصنافه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أتق رقابنا من النار. اللهم أتق رقابنا من النار. اللهم آت رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم إنا نسألك الإيمان. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحداً سواك. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحداً سواك. واجعلنا أدنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. واغننا اللهم عمن أغنيته عنا. واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتوفنا وأنت راد عنا غير غدبان. واجعلنا في موقف القيامة آمنين. اللهم اجعلنا في موقف القيامة آمنين. اللهم اجعلنا في موقف القيامة آمنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير. اللهم آمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان. اللهم بيد وجوهنا. اللهم بيد وجوهنا يوم الباس. وأتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط. وأسقنا في وسط الجنات وارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأكرمنا يوم الباس يوم لقائك يا ديان. اللهم أكرمنا يوم الباس يوم لقائك يا ديان. اللهم أكرمنا يوم الباس يوم لقائك يا ديان. اللهم يا سامع الصوت ويا سابغ الفوت ويا كاسي العذاب لحما بعد الموت. صل على محمد وعلى آل محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته.
ولا دينا إلا قضيته، ولا بريدا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا آفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا باقيا إلا قطعته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا أسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام، إلا أنت لا كدائها، إلا أنت لا على قضائها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، من كان منهم ميتا ومن كان منهم حيا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم آتِ رقابنا من النار، اللهم آتِ رقابنا من النار، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا، اللهم ربنا تقبل منا قيامنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الذل إلى العز،
ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشر وأصنافه إلى أنواع الخير وأصنافه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتِ رقابنا من النار. اللهم آتِ رقابنا من النار. اللهم آت رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم إنا نسألك الإيمان. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والإسيان. اللهم اختم لنا بخير واجعل أواقب أمورنا إلى خير. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أدنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، واغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوفنا وأنت راد عنا غير غدبان، واجعلنا في موقف القيامة آمنين. اللهم اجعلنا في موقف القيامة آمنين. اللهم اجعلنا في موقف القيامة آمنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير. اللهم آمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان. اللهم بيد وجوهنا، اللهم بيد وجوهنا يوم البعث، وآتِ رقابنا ورقاب والدينا من النيران. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط، وأسقنا في وسط الجنات، وارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا ديان. اللهم أكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا ديان. اللهم أكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا ديان. اللهم يا سامع الصوت ويا سابغ الفوت ويا كاسي الإذام لحما بعد الموت، صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرتا، ولا هما إلا فرجتا، ولا دينا إلا قضيتا، ولا بريدا إلا شفيتا،
ولا مبتلا إلا آفيته ولا ضالا إلا هديته ولا باقيا إلا قضاته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا أسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها سلام إلا أنتنا كدائها إلا أنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من كان منهم ميتا ومن كان منهم حيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتِ رقابنا من النار. اللهم آتِ رقابنا من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واعتبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا. اللهم ربنا تقبل منا قيامنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم
اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة المهتدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بالإجابة، قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا 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 الوداع الوداع يا رمضان 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 اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم وأصلح من بصلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من بهلاكه صلاح للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما
واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار اللهم وأعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الجنة اللهم واجعلنا من أهل الجنة اللهم واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم واجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من أهل الجنة اللهم وباعدنا عن النار اللهم وباعدنا عن النار اللهم وباعدنا عن النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم وحرمنا عن النار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. اللهم واجعل ما مضى شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم واجعل ما مضى من هذا الشهر المبارك شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء أو مكروه اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجنب هذه البلاد وأهلها كل مكروه أو سوء يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم اغفر لنا جدنا وهجلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تيسر لنا كل عسير يا رب العالمين. اللهم ويسر أمر كل مؤمن ومؤمنة ويسر أمر كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين. اللهم وفقنا للنطق بالشهادة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم وفقنا
للنطق بالشهادة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم لا تفضحنا، اللهم لا تفضحنا، اللهم واستر عيوبنا، اللهم واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تفضحنا، اللهم لا تفضحنا يا رب العالمين. اللهم وإنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم وإنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا، اللهم وارحمنا، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا خالين بأعمالنا. اللهم واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا الجمع المبارك من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.